التخصصات. آخر خبر على ما أعتقد في مجموعة أخبارنا المحلية، أيوة آخر خبر من اليوم السابع، محافظ الجيزة لن نحصل رسوم إضافية نظير تطبيق منظومة المخلفات الجديدة. قال اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة إن منظومة المخلفات الجديدة التي تم إطلاقها أمس بمنطقة إمبابة بالمحافظة لن يتم تحصيل رسوم زائدة من المواطنين عليها غير التي يدفعونها باستمرار على فاتورة الكهرباء. وأضاف الدالي في تصريحات صحفية على هامش إطلاقه للمنظومة إن الحكومة هي من ستدفع للشركة الوطنية التي تعاقدت معها المحافظة لتتولى تطبيق المنظومة، مشددا على المواطنين بعدم دفع أموال لمن يقومون بجمع القمامة. وأكد الدالي أن الجمع من المنزل سيكون له دور كبير في إنجاح المنظومة، مشيرا إلى أن هيئة نظافة وتجميل الجيزة هي من ستتولى تنظيف الشوارع وتسلمها نظيفة أو تسليمها نظيفة للشركة المنفذة. شوف مع بعض تقرير بيشرح الحقيقة تفاصيل أكتر عن هذه المنظومة الجديدة في الجيزة تحديدا. تعالوا نشوف مع بعض. النهارده يعتبر تطبيق اول منظومه البروتوكول المعمول ما بين وزاره البيئه ومحافظه الجيزه في منظومه الجامع السكني اللي هي هتكون في الجامع السكني والمحلات التجاريه. دينا الشرف ان سياده المحافظ نجح طبعا مع سياده الوزير ان نعمل اول منظومه في محافظه الجيزه، ودينا الشرف هتكون في حي شمال. بدانا بالفعل بمحافظه الجيزه كموديلز او كنموذج علشان نقول ان احنا عايزين نرجع خدمه الجامع السكني تاني من خلال المتعهدين الاصليين، من خلال الزبانين الاصليين اللي المواطن شايفهم وعنده فاميليار ليهم وشايفهم وعارفهم. بس الوضع مختلف المره دي، هم كونوا شركات بقوا عندهم وضع رسمي مقنن، في تعاقد ما بينهم وبين هيئه النظافه. التعاقد دوت بيلزمهم بالجامع السكني والجامع التجاري من الوحدات السكنيه ونظافه الشوارع. انا مش هلمك هيئه نظافه بقى من الشارع زي الاول، لا، كله بيتلم من البيوت. الكيس اللي هيبقى في الشارع هيبقى المسؤول عنه المتعهد اللي شغال، فبالتالي هيطبق عليه غرامات وهتدخل الهيئه تشيل على حسابه. طبعا احنا بنقول المنظومه دي بالتعاون بين المحافظه وبين وزاره البيئه، لان وزاره البيئه هي اللي دبرت المبلغ. العربيات بتاعه المتعهدين كلها محطوط فيها جي بي اس علشان تراقب الناس دي بيروحوا فين وبيجوا منين، في كاميرات محطوطه في المقلب العمومي. دعم المالي بتاع منظومه امبابا تحديدا، احنا خدنا الاحتياج بالكامل من وزاره البيئه حوالي 30 مليون جنيه في السنه خلاف قيمه الجي بي اس اللي تم تركيبها على السيارات الخاصه بالشركات الثلاثه، يعني شركة منهم اللي احنا نفذنا اللي حضرتك شفتيها النهاردة. بقية الدعم المالي هناخده تباعا من وزارة المالية بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء، وسيادته مهتمة بالمنظومة ونجاحها. فان شاء الله بالنسبة للدعم المالي في كل حي بيبقى له منظومة معينة في النظام المالي في العقد المبرم معاه. ظهرت النظافة من يوم ما بدأنا من يوم 16/4 الحمد لله رب العالمين، وكل مكان عندنا فيه رجالة، يعني الجامع له رجاله في كل الاحياء والشوارع، والكوام الكبيره قوي بيجي لها اللودر واتنين، والحمد لله رب العالمين. سلمونا بهدا وقالوا الشركه دي كويسه وناس كويسه فيها ومديرين كويسين وما بيضحكوش على حد، فجينا. شركه كويسه وشغلها كويس، والناس المشرفين بتعاملنا احسن معامله، والسكان على بس ما تتعرف علينا وبتاع، والشركه كده هتبقى 100 100.